سينضم إلينا الآن عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني محمد الكناني مباشرة من بغداد. أهلا بك سيد محمد، تحية طيبة. يعني البداية مع الاجتماع المهم الذي عقد اليوم في الحنانة بين السيدة صدر وقادة الإطار التنسيقي، ماذا أنتج هذا الاجتماع برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الموقرة. في بادئ الأمر الاجتماع كان مغلق جدا، يمكن الجميع يتفق أنه لم يكن مصورا ولم يكن هنالك حديث خرج للإعلام مفصل، وإنما طمأن للجمهور هنالك اتفاق مبدئي. هل هو اتفاق على تشكيل الحكومة؟ هل هو اتفاق على تحالف؟ لم يعني تخرج لنا تصريحات مؤكدة أن هنالك تحالف وأن هنالك تفاهم. نحن مع تفاهم الأطراف الشيعية التي منزوية بالإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، باعتبار أن هؤلاء التحالفين هو الإطار التنسيقي ليس تحالف، وإنما تحالف الفتح وتحالف دولة القانون هما متفاهمين، هما يمثلون العدد الأكبر. بالإمكان أن يتفقوا مع الكتلة الصدرية ويذهبوا بالجلسة الأولى أن يكونوا الكتلة الأكبر التي سيختار منها رئيسا للوزراء. حال هذا الكتل الشيعية الحال نفس ما على ما هو عليه في الكتل الكردية والكتل السنية، هنالك لا يوجد اتفاق كامل حول تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. إذن هنالك شقين وهنالك طرفين رئيسين في كل مكون، يجب عليهم أن يتفاهموا. الكرد والسنة اتفقوا أن يكون هنالك كلام موحد من قبل الشيعة حول رئيس الوزراء، يعتبروها هي الأكثر جدلا وهي الأفضل الاختيار، وهم الأعداد الكبيرة التي يجب عليهم أن يتفقوا بالموقف، باعتبار أن الكتلة الشيعية الكتل الشيعية هي غالبية مجلس النواب، ما يوصل إلى 190 و195 نائب. إذن فالمشكلة الأكبر بالكتلة الأكبر للطرف الشيعي باختيار رئيس مجلس الوزراء. ولكن في هذه الدورة هنالك تشابه في المكونين الكردي والسني، كالعادة هنالك اختيار لرئيس الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني، غاب هذا المشهد في هذه الانتخابات، وقبلها أيضا غاب عند ترشيح فؤاد حسين من الموقف الكردي واختيار برهم صالح كان لبغداد القرار وليس للكردستان. واليوم نرى الحالة في الكتل السنية، هنالك طرفين وهو تحالف التقدم وتحالف العزم الذي يطرح كلاهما يطرح رئيسا للبرلمان. إذن هنالك قضية يجب أن يتفق هؤلاء الأطراف قبل الجلسة الأولى، لأن في هذا القانون يجب على المجلس النواب في انعقاد جلسته الأولى يجب عليه أن يختار رئيسا للبرلمان، فكيف هو الاختيار ولم يكن هنالك اتفاق مبدئي في الطرف في الكتل السنية، ومن ثم بعد الكتل السنية أن يكون هنالك اتفاق مع الكتل الكردية والكتل الشيعية. إذن الآن بعد مرور 3 أشهر على الانتخابات أو أقل،